يرتدي نظارة خاصة للنوم ومهووس بالشمس ويستيقظ مبكراً. هذا هو نمط حياة اللاعب النرويجي إيرلينغ هالاند الذي يساعده على التألق في ملاعب الساحرة المستديرة. الحديث عن النجم النرويجي لا يتوقف منذ أن انضم لمان سيتي في الصيف الماضي، إذ أصبح مكينة تهديفية لا يتوقف عن دك مرمى الخصوم، ولا مانع لديه أن يسجل خماسية في مباراة واحدة. ولكن ما سر هذا التألق؟ هالاند يلزم نفسه بأسلوب صارم يمنحه الكثير من القوة الذهنية والبدنية، فهو يخصص الكثير من الوقت لتطوير مهاراته الفنية وتعزيز قوته الجسدية. فتى سيتي الذهبي مهووس بأسلوب النوم السليم والصحي، ويؤمن بأن النوم يساعده على تحسين وظائف جسده وأنه أهم شيء في الحياة، حتى أنه يخلد للنوم في 10 مساء، وقبل ذلك يغلق جميع الأجهزة الإلكترونية بما فيها هاتفه الشخصي حتى لا يتلقى مكالمات تزعجه أثناء النوم. الأمر لا ينتهي عند هذا الحد، فهالاند يضع على عينيه نظارات برتقالية اللون تساعده على النوم العميق. الهداف النرويجي يشرب المياه بشكل دائم ويمتنع عن المشروبات التي تحتوي على السكر، ولا يتناول الأطعمة المجمدة نهائيا، ولا يمضي يوم دون أن يتعرض هالاند لضوء الشمس صباحا حتى لا تغيب شمسه عن الملاعب.